قال ليها السنة ما اتكتبت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أزال لما نجي يسأل له سؤال وهو ما عنده المعلومة يقول لك ليه ما اتكتبت؟ ومنو قال لك ما اتكتبت؟ هي اتكتبت ذاتها. يقول لك ليه ما اتكتبت؟ يعني نظامين ثبتنا المعلومة دي إنها هي ما اتكتبت، لكن ليه ما اتكتبت؟ لا لا اتكتبت. اتكتبت هي ذاتها. كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قام قال له يا رسول الله أكتب عنك كل شيء؟ قال اكتب فإنه لا يخرج من في إلا حقا. أكتب قال له. كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب. راجع صحيح البخاري في المقدمة كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر عنه حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة كان بيحفظ، بيحفظ حافظة الإسلام. ربنا أداه ذاكرة قوية، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبسط رداءك أبا هر. بسط رداءه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له قال فما سمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم نسيته. بيسمع بيحفظ، بيسمع بيحفظ. عاش 4 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أكثر من 5000 حديث. اختبروه، انت قالوا زيكم انتوا، اختبروه في زمن عبد الملك بن مروان. قام جاب أبو هريرة قال له حدثنا عن رسول الله. شوف الشغل ده كيف، تقول له انتوا عندكم علم؟ قال له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاب الكاتب بتاعه بيور الستارة. أبو هريرة ما شايفه. قال فحدثهم أبو هريرة ب100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكاتب بيورا بيكتب في ال100 حديث كتبن. مشى على كده، ناداه بعد سنة قال يا أبا هريرة حدثنا بما حدثتنا من قابلة السنة الفاتت، الحديث المية اللي كلمتنا بها قول لنا تاني. قال فأملأ أبو هريرة ال100 حديث ولم يخرم منها حرفا واحدا. سلم 100 حديث زي ما هي ذاتها. فهمت؟ فالسنة اتكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اتكتبت. أزيدك من كده، زول هرب ولا شنو؟ قرب تعال ما تبتعد، قرب. أزيدك، الجماعة ديل بيقولوا لك عشان تعرف إنه لا عقل لهم ولا نقل، كما قال ابن تيمية، ده زي الشيعة، لا عقل لهم ولا نقل. قال ابن تيمية ولهم نصيب من قوله تعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما عندهم عقل ولا نقل. واحد قال السنة دي قال ما اتكتبت ليه؟ قال لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني غير القرآن فليمحه. طيب قلنا ده لقيته وين؟ ده لقيته وين انت؟ مكتوب ولا ما مكتوب؟ إن قلت مكتوب معناه سنة مكتوبة، وإن قلت ده ما مكتوب جاك بوين؟ يا ناس، يا ناس دي شبهات ميتة. كونه تقول لي السنة ما اتكتبت، يا أخي أفرض ما اتكتبت. في النهاية السنة دي محفوظة في قلوب الرجال، والحفظة ده ما فوتوا منها حرفا واحدا. ده الناس حافظين، ما زيك انت، انت ما فاهم حاجة ذاتك يا أخي. تحفظ شنو يا أخي؟ انت ارفع بنطلونك لفوق يا أخي أول حاجة عشان تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم.